اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بلاعب النادي الاهلي واحسن حارس مرمى للشباب في بطوله العالم 2019 عبد الرحمن. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بحضرتكم يا هيثم. منورنا في قناه النادي الاهلي. منور حضرتك والله. احنا عملنا تقرير كده عبد الرحمن عنك وعن انجازاتك الفرديه والجماعيه مع الفريق. نشوف التقرير ده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين هنشوف التقرير نعرفوا اكتر مين عبد الرحمن طه. اتفرجوا على التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. يمتلك الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي ثلاثة حراس على أعلى مستوى، وهم محمد عصام طيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه. فجميعهم مميزون وقدموا أداء رائعا مع المنتخبات الوطنية المختلفة. وسيكون حديثنا اليوم عن عبد الرحمن طه، والذي تألق رفقة منتخبنا الوطني لشباب تحت 21 سنة، والذي توج ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت صيف عام 2019 بإسبانيا. يبلغ عبد الرحمن طه من العمر 22 عاما، طوله 170 سنتيمتر ووزنه 87 كيلوغرام، ويلعب للنادي الأهلي منذ صغره، وكان أحد الناشئين الصاعدين بقوة والذين تنبأ لهم الخبراء بمستقبل مبهر ومشرق. يتسم أداء طه داخل الملعب بالهدوء ولديه ثبات انفعالي كبير يستطيع من خلاله قراءة أفكار منافسيه. حصد عبد الرحمن طه مع النادي الأهلي 5 بطولات للدوري و3 بطولات لكأس مصر، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة السوبر الإفريقي والمركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، كما حصل مع منتخب مصر جيل 1998 على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمركز الثاني بدورة الألعاب الإفريقية وذهبية بطولة إفريقيا للشباب 2018 وبرونزية بطولة العالم للشباب 2019، كما حصل على جائزة أحسن حارس مرمى في إفريقيا للشباب، وحصل على لقب المصنف الأول كأعلى عدد تصديات على مستوى حراس المرمى في بطولة العالم للشباب 2019 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة اليد. وينتظر طه منافسة قوية مع زميليه عصام الطيار وعبد الرحمن حميد، واللذين يمثلان منتخبنا الوطني في بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عبد الرحمن ما شاء الله بتبقى الامور صعبه، مش صعبه، فيها منافسه جامده لما تبقى ثلاث حراس مرمى في النادي الاهلي المستوى ده. لا احنا الثلاث حراس دول احنا من واحنا مثلا وانا عندي مثلا 10 سنين واحنا كلنا احنا ثلاثه مع بعض، يعني احنا طالعين كلنا مع بعض، كنا اتمرنا مع بعض واحنا صغيرين. يعني انا وعصام الطيار كنا بنتصعد، انا كنت اصغر منه فبنتصعد، كنت اتصعد معاه حوالي 4-5 سنين كنا متصاعدين مع بعض. عبد الرحمن حميد نزل طلع من تحت كان بيتصعد معايا، كنا احنا ثلاثه بقى يعني مش مفيش اي حاجه، يعني احنا متربيين مع بعض. الجميل انتوا طالعين من ناشئين الاهلي تمام، وطبعا يعني انت ما شاء الله يعني تستحقوا جوه منتخب مصر طبعا، يعني هو بس هو طبعا لازم ثلاثه اللي يشاركوا بالزبط. ولكن انت مستواك يؤهلك وبيؤهلك بقوه، انت افضل حارس مرمى منتخب الشباب الجايات كتير ما شاء الله، انت سنك صغير وحراس المرمى بيقعدوا 40 سنه عادي يعني. فاحنا متوقعين ان شاء الله انت في يوم من الايام هتتولى طبعا ان شاء الله حراسه عرين كره اليد في النادي الاهلي. طب خليني اتكلم معاك، يمكن كان بيننا لقاء في 2018 فاكره عبد الرحمن؟ كنا كنت انت معايا ضيفي وكلمنا وطموحاتك، كنت انت لسه في الناشئين طالع والناس كلها بتقول ده ليه مستقبل واعد، ما كانش لسه حصل بقى، وساعتها كنتوا داخلين على كاس العالم، فاكر المقابله دي؟ فاكر طبعا، ما قلت حضرتك طبعا انا نفسي نروح ناخد ميداليه في كاس العالم اللي جاي ده، وبرده يعني قابلت حضرتك قلت حضرتك انه قدامي بطولتين نفسي اعمل فيهم حاجه كويسه، كانت بطوله افريقيا للشباب وكانت كاس عالم. قلت حضرتك انا نفسي ناخد دوا في افريقيا عشان احنا كنا مغلوبين السنه اللي قبليها من افريقيا ناشئين، قلت لازم يعني نفسي نكسب الشباب. قلت لحضرتك برضو كاس عالم احنا ان شاء الله هنروح، كابتن طارق محروس كان معانا، قلت لحضرتك برضو كابتن طارق يعني هو من ساعه ما دخل النادي
دي من ساعه ما دخل المنتخب معانا من اول يوم فيه كان طلع لنا ورقه قال لنا بصوا انا كاتب ايه، فاحنا كلنا بنبص في الورقه فلقينا بطل عالم ميداليه في كاس عالم، فاحنا كلنا طبعا بصينا كده ما كناش يعني احنا ايه اللي بيقولوا ده، احنا فين والمنتخبات التانيه فين. من ساعتها من البدايه دي واحنا قلنا لا كابتن طارق شدنا جامد، اتمرنا جامد ويعني شد علينا، يعني احنا كنا رجاله الصراحه الفتره ديت مع كابتن طارق كلها، وهو يعني مدرب عظيم الصراحه. انا عايز اقول لك ان كلامك ده انا سايبك ما قطعتكش، لانه انا عايز اثبت حاجه، انه البطوله والتفوق بيبتدي بحلم. يعني انت يعني بدات الحلم معايا في البرنامج وقلت يا جماعه انا نفسي ناخد افريقيا ونتاهل كاس العالم ونوصل كاس العالم، اخد ميداليه، وعلى المستوى الشخصي نفسي بكون احسن حارس مرمى في العالم. صح. ربنا حقق لك كل اللي تتمناه، وده اكيد نتيجه جهد وعرق. يعني عبد الرحمن اكيد انت تمرينك احنا شايفين ما شاء الله، جبنا لقطات من تمرينك في التقرير. تمرين كابتن محي صلاح طبعا مدرب الحراس بتاعنا، كابتن محي تعبان يعني الفتره دي من ساعه ما اللعيبه بتروح المنتخب، فانا وهو بقى فاضيين تماما انا لوحدي. فمستلمك بقى صبح وليل. صبح وليل طبعا، وبالنسبه لهم مفيش راحه طبعا. كابتن محي صلاح هو اللي جاب لي النادي الاهلي مدرب الحراس، كان ساعتها كنت انا لسه جاي يعني ساعه الفرقه ما اتكونت، كان هو مدرب الفرقه، جيت كان هو جابني وحارب وعافر اللي هو شايف فيك يعني حاجه كان عايزها. فهو الصراحه اشكره طبعا، حتى اللي هو دخلني برضه النادي الاهلي، ولو انا يعني دخلت تقريبا 12 سنه على ما اتذكر او 13 سنه. لا ده انا دخلت وانا مثلا 8 سنين. اقل من كده صح؟ بس الايام بتجري الواحد يعني الايام بتجري فعلا. يعني عايز اقول لك انه انت اتمرنت في اهلي مدينه نصر، انت كنت قلت لي برضه قعدت فتره طويله جدا اتمرن في اهلي مدينه نصر. فاحنا يمكن بدات تتعرف 12 13 سنه، فعشان كده احنا ايه ما كناش عارفين موضوع 8 سنين. طب خليني اقول لك برضه، انت اكيد ليك مثل اعلى، وانت لما يعني كنت معايا في البرنامج الحقيقه سنه 2018 دايما بقول ايه، بقول ليه كل ده، لان دايما يعني اللاعب هو اللي بيرسم طريقه بنفسه. بالظبط. انت قلت لي انا ليا مثل اعلى وعايز اوصل لحد وهوصل له ان شاء الله، يعني خلينا نفكر الناس باللي انت قلته. انا قلت ساعتها كنت نفسي ابقى زي لندن، بس كان هو لسه صغير، هو اصغر يعني من كده. كان اصغر من كده. دلوقتي يعني كنت انا شايف يعني ان هو جون عظيم الصراحه. طبعا دلوقتي هو يعني نمرة واحد في العالم، واحنا هنلعبه منتخب، هنلعبه الدور الجاي. حارس مرمى الدنمارك. حارس مرمى الدنمارك. هو راجل يعني لعيب كويس جدا، انا من صغري طبعا مركز معاه، يعني انا كنت نفسي ابقى البطولة دي كانت بجمهور ولا حاجة، وكنت نفسي احضر المباريات بتاعته حتى اشوفه بيعمل ايه في التسخين. الجايات جايه كتير ما شاء الله، انت سنك صغير. عايز اقول لك عبد الرحمن يعني كابتن طارق محروس كان معانا هنا في البرنامج مرتين الحقيقه، او مره يعني كان كذا مره ضيف ومداخلات، والحقيقه الكابتن طارق اتكلم معانا كويس جدا، ويكفي ده شهاده مدرب منتخب مصر في نفس الوقت يعني مدير الفني في النادي الاهلي، فاكيد مش هيشهد بده من فراغ. كابتن طارق هو اللي مربيني، كان يعني هو كان رئيس الجهاز بتاعنا في الناشئين، كان هو موجود حوالي 3 سنين او 4 سنين، فهو من يعني هو اللي كان ساعات بيساعدني برضه من وانا صغير، كان بيطلعني ضرب ولا اتمرن حتى. اتمرن حتى ما كانش من غير ماتشات، يعني كان بيتابعك من صغرك. بالظبط. خليني انا عايز اتكلم معاك يمكن في رحلتكم في كاس العالم اكتر، ونقرب للبطوله دي لان ليها معزه كبيره عندك اكيد، بس خلينا نطلع الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل يعني اوري حضراتكم عشان نستأنف مع عبد الرحمن طه رحلته مع كاس العالم الشباب 2019 واللي فاز فيها او خد لقب افضل حارس مرمى ولكن بعد فوز. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع عبد الرحمن طه احسن حارس مرمى في العالم للشباب في بطوله العالم 2019 واللي مصر خدت فيها المركز الثالث. يمكن عبد الرحمن في البدايه احنا نحب نبارك لمنتخب مصر طبعا. التعادل النهارده مع سلوفينيا كنا نتمنى مكسب، ولكن الحمد لله التأهل. قدوا ماتش هايل الصراحه، كانوا يعني في اول الماتش الشوط الاولاني من ربنا يعني ما كانتش ماشيه مع اللعيبه يعني كويس، الحمد لله الشوط الثاني عوضنا وفرقنا فرق اثنين، ويعني الحمد لله يعني طلعنا بحاجه كويسه من الماتش اللي اللعيبه خلاص يعني اللعيبه كانوا رجاله بصراحه. كانوا رجاله الصراحه. طب قول لي يعني احنا كده
غالبا بشكل كبير يعني هنبقى تاني، يعني حتى لو كنا كسبنا النهارده برضو كانوا هنتعادل مع السويد والمواجهات المباشره هم اول برضو. بالنسبه كبيره هنقابل الدنمارك صح؟ صح. بالمستوى بتاعهم ولو روسيا فازت هنبقى اول، بس طبعا ده يعني مستبعد شويه. لا لا مش يعني مستبعد. ها لا لا البطوله كلها فيها مفاجات كبيره جدا. يعني الارجنتين امبارح كسبت، الارجنتين كسبت كرواتيا، المانيا تطلع بره البطوله، حاجات كده يعني البطوله ما لهاش اي حسابات خالص. وبيلا روسيا وسلوفينيا تعادلوا مع السويد بالظبط. وروسيا كسبت سلوفينيا 8 يعني كل الدنيا كله كله يعني كل النتائج كل المنتخبات بتخبط في بعض يعني. طب لو حطينا يعني زي ما بيقولوا الورست كونديشن او يعني السيناريو اللي احنا مش عايزينه، مش عايزينه اللي هو الدنمارك. نقابل الدنمارك، الدنمارك هل فعلا فريق لا يقهر زي ما الناس بتقول ولا انت شايف؟ لا خالص، هي الدنمارك لغايه دلوقتي ما لعبتش منتخب قوي، يعني احنا المجاميع كلها بتخبط في بعض الا مجموعه الدنمارك، ما لسه ما لعبتش منتخب القوي اللي انت تقيس عليه بمستوى منتخب مصر. لا الصراحه لا بمستوى النهارده ده يعني حاجه مبهره الصراحه، قدوا ماتش هايل ويعني الماتش في الملعب الصراحه مع الدنمارك يعني ممكن نلحق نحلم يعني او زي ما هم ادونا طموح فيهم وادونا طموح يعني ان هم يوصلوا حاجه كويسه في البطوله، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويقدوا ماتش كويس. مين اقوى فرقه من في نظرك في البطوله في نظرك انت؟ في فرق يعني في النهارده في مباراه كويسه يعني النرويج، النرويج فرقه كويسه، فرقه كويسه جدا، البرتغال، البرتغال، اسبانيا، اسبانيا. المنتخبات دي المجر عامله ايه طيب؟ المجر يعني الحصان الاسود يعني برغم ان عندهم دوري جامد يعني ازاي بيبقوا منتخبهم؟ انا قلت المنتخب بتاعهم هيجي يكسر الدنيا ولا عشان عندهم اجانب؟ هو ماشي، هو المنتخب بتاعهم على حضرتك يعني هو صعد اول المجموعه بتاعته بس لسه بقى لسه هيشوفوا بقى النهارده مين اللي هيقابله في دور الثمانيه. من فرنسا، فرنسا من ساعه ما الحارس المرمى بتاعهم اللي اتصاب في اول البطوله، هم كانوا داخلين البطوله يعني اول ماتش ليه في حارس المرمى ده كان اعلى تصديات في البطوله، كان صدد حوالي 20 كوره في اول ماتشين ولا طبعا ضعفهم كتير اصابته طبعا. فهم جابوا حارس مرمى جديد فلسه يعني يعني هم مش ممكن نفس الأداء. لا يعني هي ممكن يعني حتى في اليورو اللي لعبوه قبل ما يجوا على طول يعني كاس عالم كانوا بعاد قوي وكانوا بيخسروا من فرق يعني كتير 8 وفرق. مين اللي وصل فاينل انت فاكر ولا فاينل؟ لا دي كانت ما بتبقاش دي بتبقى تصفيات لسه، تصفيات اليورو لسه لسه ما اتلعبتش. لا طب خلينا نرجع لكاس العالم بقى اللي انتوا خدتوا فيه البرونز وكنتوا مع كابتن طارق محروس، والحقيقه كنا ممكن نوصل فاينل خلي بالك يعني كانت الامور ماشيه، هو كان حصل في قبل نهائي كده دروب. كلمني عن البطوله دي وكلمني عن المجموعه وتأهلنا كان برضو ما كانش سهل. طبعا احنا في اول في المجموعه بتاعتنا كانت معانا فرنسا وكانت كوريا وكان معانا سويد وكان معانا استراليا. طبعا احنا دخلنا المجموعه دي قابلنا استراليا في السويد في كوريا في فرنسا. وبالتالي السويد وفرنسا كانوا اقوى فرقتين. طبعا احنا السويد كسبناهم فرق 10. كابتن طارق احنا كنا بنلعب السويد دي قبل ما ماتش ودي ماتش وديه كده قبل ما نروح كاس عالم كسبونا كام؟ لا فرق 10 وكسبونا فرق 10 وفرق وانتوا كسبتوهم في البطوله فرق 10. احنا بقى كابتن طارق احنا طلعنا من الاوضه كده يعني طلعنا من اوضه الماتش اللي كان ودي احسن علينا قال لنا مبروك عليكم الماتش بتاع السويد في كاس عالم. بجد والله كنت كده؟ لا هلا لا مبروك عليكم لسه هتلعبوا في بطوله العالم، لسه هنلعبوا في بطوله العالم خسرانين منهم 10 لسه خسرانين منهم، قال لنا مبروك على بكره على ماتش في كاس العالم. طب اقول لك على حاجه، كابتن طارق محروس ده جامد جدا. لا لان 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 كان في زمان مدرب باسكت ما تعرفوش كان اسمه كابتن دكتور عادل صبري. عادل صبري ده كان يحب الفرقه اللي هيلعبها في البطوله يخسر منها يتقطع قبليها، يعني ما يروحش لما يروح البطوله مثلا يعني الاهلي هيلعب مثلا فرقه في افريقيا باسكت يلعبها ماتش ودي وياخد منها 20 بوند يقول لك هكسبها في الماتش الرسمي. فكابتن طارق محروس فعلا كلامه صح وحصل. حصل طبعا، احنا من احلى ماتش لعبات لانها في حياتهم هم عملوا نفس يعني هم نفس الخطط اللي بيعملوها هنا حاولوا يجربوها في الرسمي ما عرفوش. احنا كنا مذاكرين كويس جدا ومتحضرين يعني احنا بنفكر حافظينهم بالظبط هم
انتوا بتفكروا قبل منهم بالزبط. بس خليني طبعا يعني معانا عبر الهاتف الكابتن محي صلاح مدرب فريق الاول او الحراس المرمى الفريق الاول بكره اليد بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محي. اهلا كابتن هيثم. كنا في سيرتك حقيقه من حوالي 5 دقائق كده كابتن عبد الرحمن كان بيقول يعني ان انت مستلموا اليومين دول طبعا لانه وعد لك وبتاع فصبح وليل فكلمنا عن التدريب ده يا كابتن محي. كابتن هيثم تحياتي ليك وتحياتي لطه. على فكره انت معاك موهبه حراسه المرمى قاعد معاك عبد الرحمن طه ده. واحب اقول الاول ابارك للمنتخب المصري وبارك للطيار. الطيار النهارده عمل مباراه كبيره وهو حارس مصر الاول وطيار صد كور في توقيتات صحيح هو اللي رجعنا في الماتش صحيح. واحب اقول لك بالنسبه لعبد الرحمن طه حراسه مرمى مصر ومستقبل حراسه مرمى مصر موجود في النادي الاهلي. الطيار وعبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه دول مستقبل مصر لحراسه المرمى وهم بيتمرنوا على احدث تدريبات عالميه اكنك بتتمرن بره مصر. النادي الاهلي الحمد لله موفر لنا تولز وادوات على احدث حاجه موجوده وابديت في العالم كله. فهم المستوى اللي ظهر بيه الطيار. وخلي بالك حميد قاعد في المدرجات. حميد لو نزل مش عايز اقول لك يعني زيه زي الطيار وعبد الرحمن طه نفس الكلام. فهم بيتمرنوا طول السنه وتعبانين وكلهم. والمستوى اللي ظهر بالطيار ده طبعا مش من فراغ. وعبد الرحمن طه مش عايز اقول لك هو بقى لوحده اليومين دول زي ما هو بيقول لك فصبح وبعد الظهر وتمرين تمرين تمرين. وهو بقى اللي يقول لك بقى التمرين عامل ازاي. ما هو لسه بيقول لي والله انت لو كنت حضرت اللقاء من الاول كان بيقول يعني بتقول حاجه انت عبد الرحمن. ولا كابتن محمد ما عندوش هزار والله يعني لا طول ما عايز بقول له اشرب ميه بس يقول لي لا. طب كابتن محي يسيبه يشرب ميه يا كابتن محي. طيب يا كابتن محي ده بس انا عايز بس فرصه وانا وانت معاك عبد الرحمن طه عايز بس اقول حاجه. على فكره عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد والطيار الثلاثه بيجوا لهم عقود احتراف من بره اوكي. لسه عبد الرحمن طه معتزل عرض احتراف جاله في فرنسا عشان خاطر النادي الاهلي. نعم. طبعا ما حدش يعرف طبعا الموضوع ده وهو طه هتلاقيه اصلا ما يعرفش اللي انا عارف الموضوع ده. فمش عايز اقول لك كمان السماسرة في سماسرة من شمال افريقيا معاهم جنسيات اوروبيه بيقعدوا كل شويه يكلموا الثلاثه وساعات بقى بيعملوا ايه بقى بيكلموا مثلا اثنين في نفس الوقت. بس طبعا يعني كابتن طارق محروس ومدير فني وانا بنتعامل الموضوع باحترافيه واحنا عارفين القصه دي كلها وبحنكه ويمكن اول مره طه يعرف الموضوع ده. فاحنا طبعا بنتعامل الموضوع باحترافيه وبمهنيه وبحنكه بحيث اللي ايه مش عايزين حد يعمل لنا من بره النادي بلبله في اهم مركز في النادي الاهلي وفي مصر. وعايز اقول لحضرتك ان الكلام ده مقدر جدا من ناحيتنا كبرنامج الابطال واكيد مقدر من النادي الاهلي اللي بيشتري النادي الاهلي يا كابتن. خلي بالك النادي الاهلي بيشتريه لاقصى الحدود. وخليني اقول لك ان احنا السنه دي عندنا هدف يمكن بطوله الدوري العام. كابتن طارق محروس كان معانا ربنا يوفقكم اكيد انتوا شغالين على ده وكمان بطوله افريقيا ولا ايه رايك يا كابتن محي؟ انا عايز اقول لك ان كابتن طارق محروس باجتماعاته مع اللعيبه وكلامه مع اللعيبه ان شاء الله بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا لا تراجع ولا استسلام. يا رب يا كابتن. غير مقبول باي حاجه غير ان شاء الله الموسم ده نطلع بالثلاث بطولات دول. باذنك يا رب باذنك يا رب. طب عايز اقول لك يعني اللعيبه محطوطين اللعيبه. على فكره انا كنت مره سمعتك يا كابتن هيثم في اخر لقاء فبتقول اللي احنا بنتمرن عشان خاطر نعوض فرق السرعات بلعيبه المنتخب. طب اقول لك حاجه يا كابتن هيثم. قول لي. اقسم لك بالله اللياقه بتاعت لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده زيها زي لعيبه المنتخب بل احسن كمان. انا واثق يا كابتن. اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي بتتمرن تحت قياده كابتن طارق محطوطه تحت ضغط بدني زيها زي لعيبه المنتخب واحسن كمان. انا عايز اقول لك يا كابتن والله احنا يعني مؤمنين بيكوا جدا. انا هيثم يعني على المستوى الشخصي انا مؤمن بالجهاز الفني اللي ماسك دلوقتي النادي الاهلي الحقيقه منتهى الاخلاص. وكابتن طارق محروس وحضرتك انا متابعكم من زمان جدا جدا. وطبعا باقي الجهاز الفني انتوا ناس مخلصه وبتشتغلوا وانا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اكيد مش هيضيع تعبكم ده هدر. وخليني اقول لك ان انت عندك مشكله برضو يا كابتن محي. مش مشكله هي مشكله حميده طبعا ان انت عندك ثلاث حراس مرمى عالميين
وطبعا المشاركه في المباريات بتبقى للاحسن، فالكومبيتيشن عندك عالي جدا. فالحقيقه انت عندك مشكله معرفش انت بتعمل فيها ايه. بص، هما الثلاثه كل واحد ليه ميزه غير الثانيه، ماشي؟ كل واحد ليه ميزه غير الثانيه. الثلاثه في التمرين، مش عايز اقول لك التمرين، الثلاثه بتمرنوا ومنافسه شريفه 100%. وطه لما بيطلع في اي مكان يقول عبد الرحمن حميد موجود، الطيار لما طلع قال عبد الرحمن حميد موجود. هم المشكله مش اللي هم الثلاثه موجودين، المشكله اللي هم ورا بعض، يعني واحد مواليد 96، واحد مواليد 98، واحد مواليد 2000، تمام؟ هتلاقي بقى ايه، الطيار متبني الاصغر منه اللي هو عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن طه متبني عبد الرحمن حميد. طبعا وهم ودايما بيشجعوا بعض، يعني هم دايما بيشجعوا بعض في الماتشات. احنا الهدف في الاخر اللي موجود اللي في الملعب بيصد، والاثنين التانيين بيشجعوه. الله ينور عليك يا كابتن، الله ينور عليك. وخليني اقول لحضرتك انه دي موجوده يعني بينهم وهم مفيش مشكله خالص، بس المشكله بقول لك ايه، بيجي لنا مثلا هتلاقي مثلا ايه، يمكن اول مره يسمع الموضوع، تلاقي مثلا واحد من شمال افريقيا متجنس جنسيه مقدونيه، متجنس جنسيه بولنديه او مجريه، يقوم يكلم ده ومكلم ده ومكلم ده، ليه؟ عايز يوقعهم في بعض. لا لا لا، ده جهاز الفني اللي موجود ده جهاز محترم. لا طبعا كابتن طارق محروس، احيانا انا بستمتع بتحليله، يعني عايز اقول لك من اكتر الناس اللي بيحللوا الماتشات، بيخليني بجد قاعد منتبه وبتعلم منه حقيقه. ففرصه بقى في البرنامج بتاعك وفي قناه النادي الاهلي، محدش يا جماعه يجي جنب المركز ده بالذات في النادي الاهلي. واحنا بنضم صوتك، انا بقول اهو صوتنا لصوتك يا كابتن. كابتن طارق محروس وانا اللي هيجي جنب المركز ده من بره النادي هنقطع عقول. لا ان شاء الله يا كابتن، واللعيبه مساعدانا والدنيا جميله. وكابتن محي صلاح بصراحه يعني اول مداخله حضرتك معايا، بس انا مستمتع بكلامك وبحماسك. لا لا، ربنا يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله باذن الله، باذنك يا رب، ان شاء الله الثلاث بطولات باذن الله جوه النادي. بس ان شاء الله هنجهز لحلقه كويسه حضرتك تبقى ضيف فيها يا كابتن، وهنجيب التدريبات والتمرينات ونبعت ان شاء الله كاميرا نشوف تدريبك مع الثلاث عظماء حراس المرمى اللي عندنا، وهنعمل حلقه كويسه جدا نبرز فيها الشغل بتاع حضرتك يا كابتن محي. والله ان شاء الله. انت قاعد معاك عبد الرحمن طه، ده موهبه، يعني الحراس خلي بالك، في حراس حاجه اسمها تصنيع وحاجه اسمها صحيح. موهبه. صحيح. عبد الرحمن طه موهوب، موهوب من هو صغير، خلي بالك ما شاء الله، عنده 7 8 سنين. انا كنت شايف ان هو موهوب في الحراسه، هو الموضوع مش موضوع تمرين، لا هو موهوب. عبد الرحمن حميد موهوب، الطيار موهوب، بس خلي بالك اقول لك حاجه بقى، الطيار عشان باشمهندس بقى وبتاع، بس الطيار برضه ذكي. تمريرات الذكاء هو ايه، ذكي برضه. تمام انا عارف، ما خلي بالك برضه اللي يصد الكوره اللي اتصدت النهارده دي يبقى يعني دماغه برضه سم زي ما بيقولوا. يعني انا بقول لك مستقبل حراسه النادي الاهلي في امان ان شاء الله، مستقبل حراسه مصر ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله. كابتن محي صلاح بشكرك شكرا جزيلا، مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. الحقيقه المداخله مهمه والدخله جميله جدا طبعا. والراجل يعني اتكلم عنكم بكل. كابتن محي زي ما قلت في الاول، يعني كابتن محي حارب كتير اللي انا ابقى موجود في النادي الاهلي، في مشاكل كنت انا جاي انا ولاعبين تاني، كانوا بنتحارب اللي احنا عشان اعضاء رياضيين وكده، فعشان كنا احنا يعني احنا لسه كانت الفرقه لسه بتتجمع وكده، فكابتن محي حارب معانا اللي احنا عايزين نقعد. كان شايف فيكم حاجه يعني، كابتن محي بيقول انت موهوب ما شاء الله. ساعتها كابتن جوهر نبيل كان رئيس الجهاز برضه، هو اصر ان احنا نبقى موجودين. كبير كابتن جوهر طبعا. طبعا كابتن يعني اشكره والله، يعني اصر ان احنا نبقى موجودين، ويعني شاف فينا حاجه كويسه يعني. وانتوا ما خذلتوهوش يا كابتن يعني، كان بصراحه انت على المستوى هو النادي الاهلي علمنا يعني ان احنا. انا مش عايز اقول لك انت، انا سعيد ازاي وانت معايا الحقيقه يعني، وشايف فيك ما شاء الله حماس، وشايف فيك مستقبل واعد، وابدا ابدا عدم وجودك مع المنتخب، لا ده في بره المنتخب لعيبه ثانيه 12 و13 لعيب يستحقوا فنيين يكونوا موجودين، ولكن هي دي العدد وهي دي الرياضه، مفيش مشكله خالص. طيب خلينا نرجع لبطوله العالم، السويد كسبنا فرق 10، وكان مباراه غير متوقعه، وكان كابتن طارق محروس الوحيد المتوقع. متوقعها طبعا قبليها زي ما قلت لحضرتك، احنا قلنا يعني احنا اول ما خلصنا الماتش قلنا مبروك علينا ماتش السويد ده، وبالفعل رحنا نلعب الماتش حفظه لنا بالظبط، ده هيعمل كذا ده هيعمل كذا. كان ساعتها كابتن هاني فخراني معاه، هما الاثنين الصراحه يعني حاجه طبعا سويد. طبعا. طب لعبنا كوريا بعد كده، وبعد كده تاني جه ماتش عادي. لعبنا كوريا، لعبنا في اخر ماتش كان فرنسا، كسبناها فرق 6. هو ده ماتش
اللي خلينا ناخد سكه فرنسا في النهائي. صح كده يعني احنا ده. لما كسبنا فرنسا خدنا احنا سكتها. خدنا سكتها فعلا. انا فاكر صح. وكان فرنسا في ذهول. طبعا احنا لعبنا فرنسا برضو قبل البطوله قبل بطوله العالم وخسرنا منها برضو. كنا بنلعبها على ارضها كنا ما لعبناش كتير. خسرنا حوالي 6-7 وردينا 6-7 في البطوله. بالظبط احنا راحوا شافوا مفاجاه يعني احنا روحنا فاجئنا مصر كله يعني العالم كله فاجئناهم كلهم حتى بالمستوى. يعني بالمستوى يعني الناس كانت منبهره. كابتن طارق كان كل يجي لنا يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي. احنا كنا جبنا تقرير لكابتن طارق عشان نتكلم وجبناه باللغه الانجليزيه كمان كان الناس اتكلموا وتقارير دوليه كانت بتتكلم عنكم كويس جدا. قال لك مستقبل كره اليد في مصر. يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي انتوا ابهرتوا العالم كله كملوا على كده لسه قدامنا خطوه تاني ولسه يعني احنا لسه الخطوه اللي احنا جينا عشانها لسه ما اتعملتش. طب بقى بالسكه لغايه قبل النهائي احنا قابلنا قبل النهائي تاني فرنسا صح؟ تمام. وفرنسا راحت استدعت 15 واحد من الجهاز الفني وانا شفت الماتش كان قاعد لكم بره جهاز فني وفي جهاز فني ورا كان في بنش لعيبه وفي بنش تاني للمساعدين والجهاز الفني وعاملين لكم خطط وعاملين لكم ومع ذلك خسرنا بالعافيه. بالعافيه والله. يعني بس الحمد لله يعني انا برضو سمعت التحكيم ما كانش متوفق ساعتها برضو كانت الدنيا مش شويه يعني يعني في كور مهمه هم يعني الحاجات المهمه هم عرفوا يخلصوا عليه. طب وفي التالت والرابع طبعا لعبنا البرتغال دي دلوقتي فيها حوالي يعني في البرتغال اللي في مصر دلوقتي فيها خمس لعيبه مثلا بيلعبوا. طب ما احنا عندنا مجموعه برضه احنا عندنا بالظبط سيف الدرع تقريبا سيف الدرع وعندنا دودو وحسن قداح وعندنا من تاني محسن رمضان وعندنا عبد الرحمن حميد ومن تاني عندك خمس برضه لاعبين يعني ما شاء الله تالت ورابع يعني وان شاء الله كمان سنه او اتنين انتوا كلكم هتبقوا منتخب مصر الكبير خلاص احنا يعني سنه الحياه بالظبط احنا الحياة. في ماتش البرتغال ده احنا كسبناهم فرق 10 ماتش الميداليه كسبناهم فرق 10 محدش طبعا مصدق احنا يعني كل كابتن طارق يعني الصراحه عمل حركه جميله جدا اي حد ما يعني ما كانش مثلا بيشارك مثلا 100% كان بيخليه في المباراه دي بالذات شارك كل اللي في الملعب كل اللي في المنتخب فعلا لاعب كل في المنتخب كلهم يعني اول ما خلاص فاضل 10 دقايق والسكور فتح وكده تعالى طلع اللعيبه نزل الناس اللي عشان يختموا ختام كويس جدا للبطوله. برافو عليك. اقول لك على حاجه المدرب ده اللي يعمل كده مدرب ذكي. ليه؟ انت لو لاعب ما شاركتش بتبقى مهما كان روحك حلوه بس بتيجي في وقت بتقعد على البنش كده بتتكبس بتبقى مكبوس مش روحك وحشه لسه تشارك بالميداليه اللي انت هتاخدها دي بالظبط. لما شارك الكل كان التايم اوت الشهير بتاعه اللي اتكلم معاكم فيه وقال لكم يلا يا رجاله دقيقه نبقى على المنصه بالظبط الميداليه ونبقى على المنصه وبتاع يعني. وكان بيتكلم بحرقه لدرجه المدمع انتوا حسيتوا وتفاعلتوا معاه نتيجه انه حسسكم ان انتوا صحاب الفرح بالظبط مش هو صح ولا انا غلطان؟ احنا نزلنا من الكوره دي يعني مش عايز اقول لحضرتك كل الملعب هم كانوا طالعين علينا بريس ف احنا ما كناش احنا فاكرين يعني اللي هم يلعبوا عادي ال 6-0 بتاعتهم اللي هم كانوا بيلعبوا بيها طول الماتش لعبونا بريس ما تعرفش حضرتك الكوره بقينا نباص لبعض الكوره بقينا قدام الجون في ثانيه ما طبعا تك تك الملعب اتفتح بالظبط في ثانيه حطينا الجون خلاص الفرحه طبعا كانت عارمه طبعا وكلنا نزلنا جرينا وكابتن طارق طبعا ما خلي بالك الفرحه دي في البطوله دي كانت فرحتين البرونزيه وان انت خدت كاس احسن حارس مرمى في بطوله العالم. خلينا انا برضو عايز اتكلم عن الاستفادات من البطوله دي والماتشات وازاي انعكس على المنتخب الكبير بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم عشان نتكلم عبد الرحمن طه طبعا نجم مصر في حراسه المرمى ومستقبل مصر كمان في حراسة المرمى كرة اليد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع عبد الرحمن طه احسن حارس مرمى في بطولة العالم 2019 في العالم. والحقيقه يعني حوارنا معاه ما بينتهيش عن الخبرات المحليه وايضا الخبرات الدوليه اللي خدها سواء لاعب ناشئ او مع النادي الاهلي. ولكن هيكون معانا طبعا عبر الهاتف الكابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي الفريق الاول طبعا لكرة اليد واحد المقربين جدا من عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن عمر. كابتن هيثم السلام عليكم ازي حضرتك؟ وحشني جدا جدا جدا. كابتن هيثم اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله انت اخبارك ايه وطمنا على التمرين وامورك ماشيه ازاي؟ احنا والله الحمد لله تمام اهو كل يوم بنتمرن الحمد لله حوالي 4 ساعات الدنيا ماشيه كويس الحمد لله اتمنى يقول لك معاك
اربع ساعات بس. طب ده كويس يعني. ده انا عبد الرحمن بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين بق ميه ما بيدوناش. معايا يا عمر؟ الو 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 ايوه سامعني يا عمر؟ معلش الخط وحش شويه. بقول لك كده طه بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين نشرب بق ميه وما بيدوناش. هما بيعذبوك ولا ايه يا عمر؟ بس الحمد لله كله في الاخر عشان نقدر نوصل باذن الله للاهداف اللي احنا حاطينها يعني. طبعا انت لاعب مميز وليك خبرات حتى احترافيه جيده جدا يا عمر، واكيد ليها يعني اكيد يعني دور كبير جدا مع الفريق. خليني اقول لك يا عمر، يمكن احنا الفرقه السنه دي، وانت حتى شخصيا قلت لي الكلام ده، قلت لي ان احنا عندنا ما شاء الله ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي بيدينا امان بشكل كبير جدا جدا. رايك ايه في الكلام ده يا عمر؟ والله احنا الحمد لله يعني من ضمن المميزات اللي احنا فعلا بنتكلم فيها طول السنه ان احنا فعلا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى، وفعلا احنا عندنا افضل ثلاث حراس في مصر يعني داخل الدوري المصري. دي حقيقه يعني مش ما هياش مجامله خالص، باستثناء طبعا كريم هنداوي كده كده محترف. انا بكلمك عن الناس اللي بتلعب في الدوري المصري، عندنا احسن ثلاث حراس الحمد لله في مصر يعني. طب عمر يعني قول لي اللي بيميز طه ايه بالاخص؟ يعني انت اكيد كلاعب برضو بتبقى شايف لكل حارس مرمى ميزه معينه، ميزه طه اللي انت شايفها عاليه فيه قوي ايه؟ اكتر ميزه بصراحه في طه بتعجبني فيه الريفلكس بتاعه سريع جدا، وبيعرف يستخدم اطرافه كويس انه يقفل زوايا التصويب للعيبه من خارج التسعه منه. رد فعله سريع. رد فعله سريع، وبيعرف يستخدم اطرافه كويس انه يقفل الزوايا على اللعيبه اللي بتشوط من بره. طب ما دي ميزه كبيره جدا. انا عايز اقول لك ان كور في اوقات جدا بتيجي بسرعه عاليه. دي حاجه طبعا بالنسبه لحارس مرمى في كره اليد، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، ان تدي له ادفانتج على الهجوم بتاع الفرقه اللي قدامنا، وادفانتج على اللعيبه الثانيه اللي احنا بنلعبها، ان هو بيبقى مميز في حته زي دي. فطبعا دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا احنا مفيده جدا، وبتساعدنا كتير في ان احنا نقدر نبني عليها حتى الدفاع بتاعنا. طب عمر يعني النهارده المنتخب اتعادل مع سلوفينيا، كنا اتمناها فوز طبعا، بس الحمد لله يعني التعادل ده افضل بكثير يعني من ان احنا كنا خسرنا، بالرغم ان احنا كنا متاخرين 10-8. انا اوضح حاجه نقطه التعادل، ان احنا حتى لو كنا كسبنا هيبقى الشانس بتاعتنا في الصعود دول نطلع اول يعني تعتبر كافيه يعني. احنا الحمد لله كده كده سواء كسبنا او تعادلنا يعتبر الشانسز واحده، لان احنا لو كنا كسبنا برضه كنا لازم نستنى ماتش السويد صحيح تخسر او تتعادل. صحيح كان عندنا فرصتين، لو كنا كسبنا كان هيبقى عندنا اثنين شانس ان احنا نصعد اول، ان السويد تخسر او تتعادل، لكن دلوقتي عندنا شانس واحده بس ان السويد تخسر. فلسه عندنا شانس نطلع اول، وكده كده ان شاء الله تاهلنا سواء او احنا كده كده تاهلنا دور الثمانيه. طب انت رايك يعني لو مثلا نتكلم زي ما اتكلمت مع طه على الورست كونديشن، ان احنا ممكن يبقى نقابل الدنمارك في دور الثمانيه، شايف الدنمارك يعني زي قبل كده يعني خاصه ان معاهم حارس مرمى قوي، ولا شايف الدنمارك اقل شويه من البطولات اللي فاتت؟ هو لحد دلوقتي الدنمارك من يعني من الفرق اللي هي ما خسرتش ولا ماتش داخل البطوله، فطبعا ده بيدل ان هي فرقه جامده برضه وجاهزه، وبتاع شكل منتخبنا دلوقتي في حته ثانيه خالص. صحيح. يعني من المجاملات احنا دلوقتي بننصح الفرق الكبار على العالم، والماتش ده النهارده بتاع سلوفينيا لحد ما ما كناش موفقين كتير، ولكن برغم كل السلبيات اللي حصلت في الماتش ده الحمد لله ان احنا نخطف يعني كنا كسبانين كمان، هم اللي تعدوا معانا في اخر ثانيه. صحيح. بيقول ان احنا الحمد لله منتخب مصر حتى دلوقتي حتى في اسوء حالاته بيقدر يعمل ماتشات قويه ويقدر يكسب الفرق الكبيره على مستوى العالم. صحيح يا عمر طبعا. ان يعني حتى لو هنلعب الدنمارك انا هم اللي هنلعب المنتخب بعد ماتش فاسوء يعتبر اسوء مباراه لها، ورغم كده احنا قدرنا يعني نبقى ليدنج في الشوط الثاني. مش عارف، حاسس ان احنا نحقق مفاجاه ان شاء الله يا عمر، يعني حاسس ان الاداء الرجولي انا مش شايفها مفاجاه صراحه بالنسبه للاسلوب اللي احنا بنلعب بيه والمباريات اللي فاتت، مش هتبقى مفاجاه، هيبقى انا شايف ان ده النهايه الطبيعيه للي احنا كنا بنحضره الفتره اللي فاتت كلها عشان البطوله بصراحه. صحيح طبعا. كابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في المداخله الجميله دي، واتمنى لك كل التوفيق يا عمر مع فريقك، انتقامه كبيره ولاعب ننتظر منه الكثير والكثير طبعا مع فريقه. يمكن طه كل الناس اشادت يعني يمكن برد فعلك بموهبتك مدربينك زمايلك، اكيد الكلام ده ليه يعني لولا ان كابتن طارق محروس بيحلل الماتش دلوقتي كان برضه هيبقى معانا. ده الحقيقه اكيد يعني دفع معنويه كبيره ليك جدا. انا كمان عايز اقول حاجه بس على كابتن عمر ياسين. كابتن عمر ياسين كابتن من كباتن النادي الاهلي، طبعا ابن ولاد النادي متربي في النادي من صغره، احترف لعيب كبير اللي احترف في كذا حته خلقيا كمان طبعا على مستوى عالي، هو جاي من احتراف كمان فهو لعيب كبير، ربنا ان شاء الله يكرمه يعني لاعب بقيمه
لعيبه كابتن عمر ياسين يقول عنك الكلام ده الحقيقه بتهيألي ده شهاده جيده جدا. طبعا كابتن عمر يعني حتى لو كابتن اسلام مش موجود الفتره دي لا كابتن عمر نعم الفرقه يعني هو اللعيبه الكبار اللي موجود كابتن ممدوح طه ومحمد جمال والناس دي اللعيبه الكبار دول كلهم لمي في الفرقه عارفين يعني خلونا نتعب في التمرين عشان ان شاء الله لعيبه المنتخب ما ترجع يبقوا في فورمه كويسه فورمه خطوشه. يعني انتم احنا انتم ما اتكلمتوش مع بعض سواء انت او كابتن محي صلاح او كابتن عمر ياسين كانت مداخلات على الهواء ونفس الكلام اللي انت قلته قلته ان احنا بنتمرن جامد جدا. كابتن محي تحدى ان الفتنس بتاع اللاعبين اللي هيبقوا موجودين هيبقوا يعادل وممكن يفوق اللعيبه اللي جايه من المنتخب. بالظبط انت بتقول نفس الكلام دلوقتي عمر قال نفس الكلام بتهيألي بتتكلموا لغه واحده. بالظبط احنا نفضل احنا كل مثلا 3 ايام ولا حاجه لازم نعمل اجتماع احنا ده اللي ناقصنا عايزين نعمل حمل التدريبي ده نعلى هنا شويه عايزين نلعب ماتش نجيب نفسنا نشوف نفسنا في الملعب احنا فين بنعمل نتمرن على التكتيك مش لازم نفوز وخساره بس احنا عايزين نبقى موجودين يعني نشوف شكلنا بس في الملعب. اتفرجت على اسامه الجزيري مع تونس طه ولا ما اتفرجت عليه؟ يعني هو نزل الماتش اللي فات جاب 5 اجوان وكويس جدا طلع بس هو من سكور ماتشين ورا بعض كده عشان اتكلمنا بالظبط صباعه في التمرين اتخلع. طمنتوا عليه؟ طمنا عليه طبعا مستواه كويس نزل الحمد لله التمرين ونزل ده نفس الصباع اللي اتخلع قبل ما يجي مع الترجي ولا لا مش صباع تاني؟ لا لا لان هو كان برده قبل ما يجي مع الترجي برده كان بالظبط مشكله عندكم الصوابع دي ما هي مشكله في اللعيبه برده الصوابع دي ان مثلا حد بيدافع حد بيتخلع بالظبط يعني يتعلق في تيشيرت المنافس بيتخلع على طول عنيفه جدا لعبه اليد بس انت حراس المرمى انت لا انا في الامان في الكوره السريعه في ايديك يعني بعد الشر في وشك في صدرك انما انما الاشتراكات والالتحامات دي يعني بس الكور يعني الحقيقه الكور بالذات بتشوط من 7 و9 بتروح بتيجي يعني بحزم شديد قوي دي بتبقى مميته دي الحاجات دي بس لازم اتعودنا عليها خلاص يعني الله يكون في عونكم سلام يعني بجد الله يكون في عونكم. طب خلينا نتكلم عن بدايه الموسم في الاهلي. احنا اتكلمنا عن المنتخب وادينا له حقه بشكل كبير جدا انتوا في المنتخب بدايه التجمع كابتن طارق اتكلم معاكم ازاي اديني الكواليس زي ما اديتني الكواليس من ساعه يعني من ساعه ما كابتن طارق جه والجهاز الفني كله كابتن محمد يحيى كابتن السحيلي والدكاتره طبعا كابتن علي ودكتور علي ودكتور محمد ابراهيم وكابتن هاني لاين الناس دي كل المدربين والدكاتره كلهم قعدوا معانا لان احنا عايزين حاطين هدف قدامنا بطوله افريقيا قبل اي حاجه عايزين بقى شكلها مش هتتلعب لا هتلعب في شهر ان شاء الله في شهر 5 هتكمل ممكن. ان شاء الله في شهر 5 لا كوس كوس الدوري الدوري كان بيتلعب عشان هو اصلا احنا مش يعني لسه عشان الدوري اللي فات لسه ما اتلعبش ابطال الكؤوس وكده لسه ما اتحدرتش عشان اتاجلت فلسه هنشوف بس احنا كده كده احنا ابطال كاس السنه اللي قبليها فانتوا كده كده متاهلين ان شاء الله. انا قصدي اقول ان بطوله ابطال الدوري دايما كانت بتعمل في اكتوبر او نوفمبر او نوفمبر او اكتوبر وكنا السنه اللي فاتت 2020 كانت في مصر كمان كانت في مصر هي كانت في مصر واتأجلت في مصر اتأجلت لسه بس هم كانت لغت اتأجلت لأجل غير مسمى مش لغت اتأجلت لأجل غير مسمى بالظبط بس هي ممكن تتلعب في مصر في شهر 5 برضه؟ لا في بطولة افريقيا كؤوس دي في الجزائر في شهر 5 احنا دي هدفنا كبير عليها اللي احنا حاطين املنا ان شاء الله احنا بقالنا كتير ما فيش بطولة افريقيا دخلت النادي الاهلي ان شاء الله احنا بادئين السيزون ده ان شاء الله ان شاء الله هدفنا كله الدوري وكاس وافريقيا ان شاء الله كلنا ممنوع مع بعض مش عايزين نطلع حاجه من دولاب النادي الاهلي النادي الاهلي علمنا حاجات كتير قوي مفيش حاجه اسمها خساره ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي وان شاء الله هنفرح جمهور النادي الاهلي ببطولات السنه دي ان شاء الله. طب خليني برضو اتكلم معاك بس خليني اقول حاجه بس اشوفها الاول يمكن مهم جدا نعرفها خليك معايا كابتن ثانيه واحده يمكن يمكن يحيى خالد فاز ببلاي اوف ذا ماتش طبعا بالمباراه النهارده ودي حاجه كويسه جدا وعايز اقول لك ان فريق طبعا فيزريم فريق فيزريم المجري اللي هو بيلعب فيه هنأ اللاعب يحيى خالد على الفوز برجل المباراه في مصر ماتش مصر وسلوفينيا يعني عايز اقول ان اللعيبه فرقهم الاوروبيه بتريحهم طبعا طبعا
يعني 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 عايز اقول لك ان ده اكبر دعاء لمصر. المدرب كمان مدرب يحيى خالد كان مدرب منتخب مصر في السنه اللي فاتت، كان لعب معاهم يعني السنه اللي قبل فاتت لعب معاهم كاس عالم اللي كان في الدنمارك. هو اللي دخل يعني نظام بقى السيستم في منتخب مصر، هو اللي ابتدى. هو كمان خد يحيى خالد معاه في فرقته اما يعني قدم او مشي من كويس مشي من المنتخب راح بسبريم. عمل خد يحيى خالد معاه. يحيى خالد طبعا لعيب كبير يعني كفايه اللي هو بيلعب في فريق كبير، لعب في فاينل فور يعني. لا وعامل ما شاء الله عامل طبعا يعني، وكمان هيجددوا له، فدي حاجه كويسه جدا يعني ان لعيب مصري محترف. طيب. طب كابتن استاذنك، معانا الكابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم. اهلا بيك يا كابتن حسين. اهلا وسهلا. الف مبروك النهارده لمنتخب مصر، والحقيقه حاجه مشرفه، بتشرفونا ومطولين رقبتنا الى السماء. مبروك لمصر كلها والحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمنا وربنا يكرمنا فيها زي ما كرمنا مع كابتن حسين. طبعا البنتاز الفرصه وبهني حضرتك وبهني الاتحاد المصري وبهني طبعا الدكتور حسن مصطفى على روعه التنظيم ونجاح مصر بشكل كبير في التنظيم، وابهرنا العالم بالامكانيات المصريه. بهنيك يا كابتن حسين الحقيقه من كل قلبي. الله يخليك الله يخليك. كابتن توقعاتك لدور الثمانيه ان شاء الله، يعني حضرتك شايف الوضع ايه؟ حسابات المنتخب هتبقى ازاي ان شاء الله في دور الثمانيه؟ يعني خلينا نقول ان دلوقتي انا في المباراه بتاع روسيا، لو روسيا منتخب مصر تعود عن لعبة هيبان، بس انا هستاذنك لان السلام الجمهوري هيبدا لازم انا لا. اتفضل يا كابتن حسين ونكلم حضرتك وقت. اتفضل يا كابتن حسين اتفضل. يمكن كابتن حسين لبيب من بس انا عايز اوضح ان هو مدير البطوله وكان ليه دور كبير جدا في كل اللي احنا شايفينه ده، من سواء تنظيم واداره البطوله واداره حتى البابل اللي كان بيقول عليه او الفقاعه اللي معزول فيها اللاعبين والاجهزه الفنيه. الحقيقه كابتن حسين لبيب من احد انجح الكوادر الاداريه في مصر كلها مش كره اليد، ويمكن الدكتور حسن مصطفى بيستعين بيه دائما ابدا في بطولاته حتى اللي خارج مصر، وبيستعين كمان كابتن محمد الفي اللي كان ضيفنا وفي مجموعه كبيره من الكوادر، وكابتن طبعا عاصم السعداني من احد برضه الكوادر الاداريه القويه اللي كابتن حسن مصطفى بيستعين بيها يعني مرارا وتكرارا. مصر مليئه بالكوادر الاداريه خاصه في كره اليد اللي عودونا واللي اسس ليها الدكتور حسن مصطفى منذ البدايه. خلينا يعني اقول لك انه يعني بيبقى حاجه حلوه كده لما تشوف بلدك مع العظماء وتشوف بلدك في لعبه كبيره زي كره اليد بتناطح الكبار. بتهيألي حتى انتوا اديتونا الاحساس ده، انت بتكلمنا اخش كاس عالم واخد وثالث واحسن لعيب، يعني بتخلونا نحس بالفخر يا طه. طبعا احنا اتربينا احنا يعني كلعيبه كنا حلمنا ان يعني نشيل يعني نلبس تيشيرت المنتخب نمثل بلدنا في اي محفل يعني المنتخب. يعني شفنا معاه حاجات كتير، شفنا الحلو والوحش، شفنا أكيد. الفرحه بس حالي يا طه الفتره اللي جايه سواء اللي احنا فيها وقدامنا مثلا 7-8 سنين مع فريق الشباب وفريق الناشئين اللي خد كاس العالم، فبتهيألي الحمد لله المستقبل القريب احنا في امان. هو الاتحاد شغال على طيب معلش طب معلش هستاذنك، معانا طبعا المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك باشمهندس. انا بهني حضرتك من كل قلبي طبعا لتاهل المنتخب، وبهني حضرتك من كل قلبي على التنظيم الرائع، شرفتونا يا باشمهندس. الحمد لله توفيق من ربنا، جهد كل الناس اللي شاركت في التنظيم من بدايه برئيس الدوله اللي راعى ووجه الوزارات كلها لخدمة البطولة لحد اللاعبين اللي قدوا مباراة النهاردة قوية جدا رغم الضغط العصبي اللي كان عليهم والبداية اللي كانت واضح ان فيها تنشان عالية، لكن الحمد لله فرحونا وبسطونا وبقينا في الثمانية الكبار. باشمهندس هشام، يمكن الاتحاد اللي حضرتك بترقصه حقق نجاحات كبيرة جدا، شرفت مصر كأس العالم للناشئين، برونزية الشباب، والحمد لله كأس العالم الأخير كنا تامن، ودلوقتي داخلين ان شاء الله بقوه في دور الثمانية. اكيد ده ما جاش من فراغ يا باشمهندس. الحمد لله توفيق من ربنا وجهد وعمل جماعي وكل بيتفانى في مصلحه البلد، حطينا كل واحد في المكان الصح، كله بذل مجهود بنيه كويسه، فالحمد لله النتيجه بتتحقق الحمد لله. باشمهندس يعني توقعات حضرتك لدور الثمانية، يمكن لسه مباراه السويد ما اتلعبتش وروسيا، ولكن اكيد حضرتك شايف ليك رؤيه فنيه اكيد بحكم خبراتك الكبيره، يعني رأي حضرتك عن دور الثمانية ايه؟
طبعا في ثلاث فرق انا بعتبرهم في مستوى تاني خالص، اقوى مستوى، اللي هم الدنمارك وفرنسا والنرويج. دي اعلى فرق في الثمانيه الكبار، ويستاهلوا ان هم يبقوا في هذا المستوى. لكن الملعب الاخر هو اللي بيبقى الحكم ما بين الفرق اللي بتلعب المباريات. في مفاجآت حصلت كثيره جدا على مدار الدوره. كرواتيا كانت جايه المفروض انها تنافس على العالم، تخسر من الارجنتين. المانيا وبولندا ما طلعوش حتى الدور الثمانيه. فرق واسماء كبيره جدا ما حققتش اي نصر. فالكره في الملعب، واللي هيبذل مجهود اكتر اكيد يعني ربنا هيكتب له النصر. باشمهندس، يمكن عندنا تصور كده، ما اعرفش حضرتك رايك فيه ايه، يمكن الدنمارك لم تختبر حتى الان، ما قابلتش فريق قوي. نقدر نحط يعني ايدينا على نقط القوه والضعف في الدنمارك، خاصه ان احنا مرشحين بشكل كبير ان احنا نقابلها. حضرتك تتفق معانا في الرؤيه الفنيه دي، ولا حضرتك ليك رؤيه اخرى؟ يعني الكلام صحيح. انا اكبر تصادم حصل كان بين فرنسا والنرويج، دول فريقين عاليين جدا. الدنمارك لسه ما طلعتش كل اللي عندها، اعتقد فرقه كبيره، بطل عالم، احسن جون في العالم واحسن لاعب في العالم، متكاملة ومعهم كوتش عالي جدا. ربنا يسهل، هنعمل اللي علينا، والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. باشمهندس، كمان يمكن كرة اليد او طبعا بطولة العالم ونجاحنا فيها شجع دول كتير جدا على استئناف الرياضة وتنظيم بطولات. يعني اكيد ده ليه مردود، واكيد حضرتك سمعت الكلام ده في وكالات الانباء. يعني رد فعل ده على حضرتك ايه، وشايف ده ازاي يا كابتن هشام؟ احنا قبلنا التحدي الاعظم. كان بداية تنظيم البطولة دي كان عندنا عدة تحديات. أولاً أول مرة نلعب 32 فريق في دولة واحدة، آخر بطولة كانوا 24 و12 فريق في البلد بس. أنت عندك 32 فريق، عندك تحدي اسمه بنية تحتية بتبني خلاص من أول وجديد علشان تلعب فيها البطولات، وحضرتك شايف في التلفزيون إيه المنظر الرائع اللي موجود ده، لحد ما جالنا التحدي الأعظم بتاع الكورونا. وقبلنا التحدي، والدولة أصرت إنها تنظم البطولة عشان تبقى مميز، ما تبقاش زي كل الدول اللي بتأجل أو بتلغي بطولات. لا، إحنا اخترنا الاختيار الصعب. الناس كلها بتشيد الحمد لله بالتنظيم والحفاظ على الصحة بتاعت اللاعبين والجماهير أو الحضور. تجربة قوية جدا، هتدي دفعة لكل الدول إن شاء الله. أكيد يا باشمهندس، وشرفتونا الحقيقة يا باشمهندس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكرك وبتمنى ليك كل التوفيق. والحقيقة كمان معانا معالي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، زي ما بنقول طبعا يعني اللي كان مدي دفعة كبيرة جدا لهذه البطولة وأحد أسباب نجاح هذه البطولة. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، بالخير يا باشا. معالي الوزير، ببارك لحضرتك طبعا النهاردة التأهل دور الثمانية، وببارك لحضرتك روعة التنظيم وروعة يعني البطولة وجمالها وصورة مصر العظيمة اللي ظهرت قدام العالم كله. طبعا الحمد لله، يمكن مبروك. الدولة المصرية كلها نظمت واحد من أكبر الأحداث العالمية في الفترة الحالية، والحمد لله يعني صعود الفريق النهاردة طبعا ده شيء مهم جدا. مباراة كانت صعبة جدا، فريق اسبانيا ده جديد، فريق جامد. المباريات الجايه كلها دور الثمانيه والثمان فرق طبعا كلها مباراه سهله، فربنا يوفق اولادنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا في التنظيم ويكفوا كل اللي على ارض مصر بسلامه الله. دكتور، يمكن حضرتك بنشوفك في المدرجات بتنفعل كاحد مشجعي منتخب مصر، ابدا بتنسى ان انت معالي وزير الشباب والرياضه، فالحقيقه ده بيوصل للاعبين، وانا يعني بشكل كبير شايفين ده يمكن رساله من حضرتك للاعبين. حضرتك اكبر مؤيد وداعم لهذا الفريق. لا، كلنا والله بالعكس، كلنا قاعدين على اعصابنا، لان الفرقه طبعا احنا مع التنظيم الكبير اللي موجود ده. كمان الهاندبول يمكن مخططين له يعني سنتين بالورقه والقلم زي ما بيقولوا. جائحه كورونا يمكن عصبتنا في شويه حاجات، لكن ولادنا رجاله بننفعل، لان يعني منتخب مصر مصر يعني بعد بلدنا، فلازم نستعد ونفرح، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا دايما بيه. يمكن يا دكتور حضرتك من اول يوم توليت مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وكنت يعني شغال في ملف السياحه الرياضيه، وكنت حضرتك دايما في ناحيه الاستثمار الرياضي حاطط ده اول بنود طبعا برنامجك تنشيط السياحه الرياضيه في مصر كاحد دعائم الاقتصاد المصري، والحمد لله بالبطوله دي بشكل كبير جدا الامر تحقق،
واكيد ده يعني فخر كبير جدا لصناعه الرياضه في مصر يا دكتور. طبعا الحمد لله احنا 2019 2020 منظمين اكثر من 60 بطوله دوليه واقليميه على مستوى مصر. 2020 بالرغم يعني الجائحه وحاجات كتير قوي قدرنا ان احنا بنجاح يعني ننظم دي البطولات، اهمها طبعا 2019 كره القدم البطولتين، و2020 اهمها طبعا 2021 كاس العالم. الميجا ايفنت او الاحداث الرياضيه في الاجنده الرسميه لعدم الاجنده الرسميه ده شيء مهم جدا، يعني العالم كله بيشوف بلدنا، بيشوف احنا قد ايه الحمد لله عندنا منشآت على اعلى مستوى، عندنا يعني خبرات في تنظيم، يعني حاجات كتير جدا بنعبر عنها، وايضا تسويق سياحي لبلدنا يعني من خلال الرياضه. ودكتور الحقيقه يمكن احنا قلنا في برنامجنا هنا يمكن من الحلقه اللي فاتت ان مصر هي الفائز الاكبر بصرف النظر عن نتيجه المنتخب، طبعا نتمنى المنتخب حصوله على كاس العالم، ولكن مصر كان ليها مكاسب كثيره من بطوله العالم، وحضرتك شايف الرؤيه اللي احنا شايفينها دي يا دكتور ولا لا؟ طبعا احنا شايف الرؤيه ديت، وعشان كده كان في اصرار ودعم الداتا من الساده السياسيه والحكومه المصريه وكل زملائنا في الحكومه الحقيقه ادوا يعني جميع المسانده، كمان الاتحاد الدولي الحقيقه يعني معانا اول باول، لجنه منظمه كلها الاتحاد المصري، يعني تيم عمل كبير جدا. كنا نامل طبعا لو ما فيش جائحه كورونا كان جماهير كل المدرجات، لكن احنا يعني تماشينا مع الصالح العام، ويعني كملنا لغايه الاخر ان شاء الله ربنا يكرم. والبطوله تخلص على يعني 1000 كتير وفريقنا يوصل لابعد نقطه، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. يعني ان شاء الله دكتور، يعني حضرتك معايا على التليفون طبعا، يعني بنطلب من حضرتك توجه رساله لكل جماهير مصر ومحبي الرياضه المصريه، توجه لهم كلمه تقول ايه يا دكتور؟ احنا بنشجع بلدنا، بنشجع الرياضه، بنمارس الرياضه، الرياضة محبة، الرياضة عطاء، الرياضة دفع عصب، الرياضة إن شاء الله نوصل بيها لأعلى حاجة ترفع كده يعلمنا بالرياضة إن شاء الله. طبعا رسالة أكيد ليها معنى كتير معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأكيد حضرتك تعني ما تقول، وإن حضرتك دايما بتحط مصلحة الدولة، وده اللي عهدناك على حضرتك يا دكتور، إن دايما أبدا حضرتك بتحط مصلحة الدولة المصرية والرياضة المصرية في المقدمة. طبعا يا كابتن عايش. معالي الوزير جدا. طب اتفضل يا دكتور، اتفضل. شكرا جزيلا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان في مداخله معانا، وواضح طبعا ان معالي الوزير في ارض الملعب بيتابع المباريات، طبعا بنشكره، والحقيقه يعني اتكلم يعني في امور كتيره، والحقيقه واضح ان طبعا ممثل الدوله المصريه دكتور اشرف صبحي شايف كثير من الرؤى الحقيقه اللي احنا شايفينها، والرسائل الحقيقه اللي احنا شايفينها من هذا او هذه البطوله بصفه عامه، وان مصر هي الفائز الاكبر من تنظيم هذه البطوله. يمكن عبد الرحمن يعني سبحان الله وجودك معانا، كان معانا قامات كبيره، كابتن حسين لبيبه، الكابتن هشام نصر، وطبعا ختاما معالي الوزير، وشك حلو على البرنامج يعني، وان انت بوجودك يعني اثر البرنامج اكيد بشكل كبير. طبعا كابتن هشام نصر طبعا رئيس الاتحاد عمل اداء يعني اللي هو يخلي البطوله تكمل، ويعني طبعا ويجهز المنتخب بالشكل ده، لا هو صراحه تعب، ويعني لكل مجتهد مصري طبعا، وساعات الوزير ان اصر ان البطوله تكمل وفي الفتره اللي احنا فيها دي، لا الصراحه حاجه كل التحيه ليهم. بالظبط بالظبط. عبد الرحمن بشكرك، نورتيني وشرفتني، الحلقه عدت سريعا والحقيقه نتمنى لك، وخلي فاكر يعني الكلام، نتمنى لك ان شاء الله باجل حضرتك يعني احسن حارس مرمى في العالم للفريق الكبير ان شاء الله باذن الله، حلمك وحلمنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتني. نور حضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين، الحقيقه كان يوم جميل الحقيقه، فوز منتخب مصر او تعادل منتخب مصر وتاهله لدور الثمانيه اسعدنا كلنا. كان معانا بطل النهارده، انتظرونا باذن الله ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، وقصه جديده وبطل جديد والابطال.